وصل اليوم المطار محمد الخامس نجم هوليود الفنان الهندي شاروخان، واللي لقى في استقباله مجموعة من الصحفيين بالإضافة إلى مجموعة من المعجبين والمعجبات اللي استقبلوا الفنان الهندي بالطاقة المراكشية وباقات ورد متنوعة. رمضان مبارك to everyone and maybe get to do some prayers at the mosque. Just thank you very much. You all love me here so much. I feel like I'm at home. So God bless everyone in Morocco and always be happy. شاروخان تفاعل بدوره مع الإيقاعات الموسيقية للدقة المراكشية. إيوا سي شاروخان تبارك الله عليك، راك ناشط مع راساتك. للإضافة فهاد الزيارة كتعتبر هي الثالثة للفنان الهندي شاروخان للمغرب، وحفاوة هاد الاستقبال كيبين أن لشاروخان مكانة خاصة في قلوب المغاربة.